الحريه في اختيار قائمته، لان هو اللي هيتحاسب في النهايه. انا من وجهه نظري كاس الامم حاليا اصبحت هي اهم من التاهل لكاس العالم، لان التاهل لكاس العالم بقى حسبته سهله جدا في الوضع الجديد. وبالتالي حاليا مصر لازم تركز على فكره التتويج بكاس الامم، لان احنا صعدنا اوريدي 2 نهائي في اخر 3 نسخ. 2017 كنا في النهائي، والنسخه الاخيره دي كنا في النهائي، فلازم عنا يبقى على اللقب. ممكن سريعا برضو قبل ما نقفل، فكره محمد صلاح، يعني خلاص ارقام فيتوريا الناس برضو عارفاها. راجل النهارده النهارده صلاح بيدخل يعني قائمه ذهبيه، الراجل 150 جول مع ليفربول في بريمير ليج. دي خمس لعيب، ده هو رقم 5، يعني في 4 بس قبله عملوها مع فريق واحد. نتكلم في واين روني مع مانشستر يونايتد، هنري مع ارسنال، هاري كين مع توتنهام، واجويرو مع مانشستر سيتي. فدي قائمه عظيمه جدا ان محمد صلاح يتواجد فيها مع منتخب مصر. طبعا الحمل على محمد صلاح لازم يبقى صحيح كبير، لان الراجل كل طلباته مجابه، وراجل كابتن المنتخب. ولكن برضو يعني للحق، ارقام محمد صلاح مع المنتخب، راجل هداف التاريخي لمصر في التصفيات، هداف التاريخي لمصر في كاس العالم، هو تاني هداف تاريخي لمنتخب مصر يسبقه الكابتن حاليا كابتن حسام حسن، 68 جون. محمد صلاح لو هنستبعد الجونين بتوع مباراه اسواتيني بتاعت 10-0 دي، هيبقى 53، فهو قريب من ان هو يبقى الهداف التاريخي لمصر. فما نقدرش الناس يعني برضو اللي بتتكلم ساعات ان محمد صلاح ما عملش للمنتخب، لا ما عملش في دي، لانه بقى زي ما قلت الهداف التاريخي، من حقنا نقول له احنا محتاجينك تشيل الكاس التاريخي. لا على الاقل ليك انت، عشان كده بقول احنا لو علينا انا عم معايا 7 مكتفي بيهم، انت اللي ما خدتش. فعشان كده بقول هو الحمل عليه ده طبيعي جدا، الحمل عليه زياده والضغط عليه زياده، لانه كابتن المنتخب كل طلباته مجابه. ولكن في نفس الوقت هو حقق الارقام وتواجد مع منتخب مصر في المحافل، وكان جزء من تاهل مصر لكاس العالم. ولكن الحلم الابرز ليه ولينا كلنا ان منتخب مصر يرفع كاس أمم أفريقيا، وده اللي لعبوا بيه لعبه قبل كده وخلوه لم يقترب من جائزه الافضل في العالم. كانت بينك وبينها ان انت تشيل الكاس ده وحاجه ثانيه، بس دي مش بتاعتك كلنا ولا يهمنا انك كنت مش موافق عليها. يعني في حاجه بس مهمه كابتن فيتوريا، الناس كلها في دارك، لكن على اتحاد الكره ان يخبرك، انت قلت كلام محترم، لا مدير فني قاعد بالكاس، لكن كمان ما تقولش لا قاعد، كان لازم تقول لكني مع مصر، زي ما صديقك جيلبرتو قال، مع مصر الى المربع الذهبي ولعب المباراه النهائيه، والباقي بقى يكون ما يكون. فحد يقول له، عشان هيعمل مؤتمر طبعا مع التجمع، لانه الناس واثقه بنسبه كبيره فيه، ولازم يقول ده لان احترمنا كلمته، ومفيش حد بيقول اجيب الكاس. ان شاء الله ربنا يكرمنا ويستطيع منتخب مصر ان يعود بكاس امم افريقيا. زي ما قلت لحضراتكم الفتره القادمه سيكون معظم كلامنا عن منتخبنا الوطني. شكرا جزيلا يا كابتن حشيش، شكرا جزيلا يا ابو علي على وجودك معانا، شكرا جزيلا، شكرا يا كابتن، شكرا جزيلا يا استاذ جمال. انا بحب الحلقه دي جدا جدا والله. لكن عموما انا بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا، وان شاء الله التقي مع حضراتكم وحلقه جديده من البيت الكبير غدا ان شاء الله.